وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد على نعمة الأمن والعافية، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، إلهنا وخالقنا ورازقنا، أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، وأزواجنا وذرياتنا من النار، وإخواننا وأخواتنا من النار، وجميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، يا رب العالمين. اللهم أحينا حياة السعداء، وأمتنا ميتة الشهداء، يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.